اسمي عبد الله صالح أحمد صالح وعمري من مولد 64 واجيت اليوم المستشفى أتعالج. استفادوا الناس من المركز كثير وشلة أنا كثير والصراحة عبد القوي والمندارة والشيخ وشوفوهم يقوموا من كل مكان. من أول كان بصراحة نروح المستشفى هذا حق الشيخ وبعدين وبعدين جلس هناك لما ذا الأخير حبتين برامول وزحمة زحمة زحمة حق السكر ماشي شرين برا بس حق السكر كله ماشي ولا حتى ده حق المفاصل حق المسي ماشي اسمه مفتنك بس يعني حتى الفحوصات ماشي كلهم برا. قدمنا الحب الاحترام ما قدموا المركز هذا الاحترام الاحترام لنا ما يرقوا أي واحد ولا صيفة فوق أي واحد يساعدوا مع الناس العجوز يدخلوا أول وحدة والشيبة لا يدخلوا في ساعة وعلى كذا يعني هذا الاحترام حقهم يعني حتى لو لقوا عجوزة قوم متأخر آخر الناس يدخلوا أول الناس. والله إنه كنت تعب تعب زي بالصراحة زي علينا الطبقة الكادحة اللي علينا نحنا بالصراحة الطبقة الكادحة نحنا مرض علينا بصراحة ساعة نرقد بدون علاج ما لاقي بيس وإذا كان مالوش ما لاقي بيس زي حق السكر يطلع السكر لا فوق ما فيش معي حق السكر ما أشتغل أرجع أرقد لي كده.